لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء إيماني جديد نعيش فيه مع أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم التي انعكست على وجوه الذين معه فازدادت الدنيا بهم إشراقا وضياء. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لما بعثه الله تبارك وتعالى آمن به من بني هاشم سيدنا علي بن أبي طالب، كان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن كذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب. فلما اشتد عليهم الإيذاء خرج سيدنا جعفر رضوان الله عليه بزوجه السيدة أسماء بنت عميس إلى الحبشة، وظلوا بالحبشة حتى كان السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فتح خيبر جاء سيدنا عبد الله بن جعفر، سيدنا جعفر رضوان الله عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وما مكث إلا شهرا أو شهرين حتى خرج إلى مؤتة ولقي الله تبارك وتعالى شهيدا هناك. لقاؤنا اليوم مع ولد من أولاد سيدنا جعفر. لما هاجر سيدنا جعفر رضوان الله عليه والسيدة أسماء بنت عميس رزقهم الله تبارك وتعالى بثلاثة أولاد: سيدنا عبد الله بن جعفر، ومحمد بن جعفر، وعون بن جعفر. لما ذهب سيدنا جعفر رضوان الله عليه إلى مؤتة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يحكي القصة فيقول: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر بيمينه فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت شماله، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فمن هذا اليوم سمي سيدنا جعفر رضوان الله عليه بذي الجناحين أو جعفر الطيار. فلذلك تجد أن سيدنا عبد الله بن جعفر كان إذا مر على سيدنا عبد الله بن عمر يقول: مرحبا بابن ذي الجناحين، يعني أن أباه له هذه المكانة وهذه المنزلة، فكان دائما ينسبه إلى أبيه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل القواد الثلاثة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلقد رفعوا لي على أسرتهم في الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بميتهم. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه إلى بيت جعفر، فقال للسيدة أسماء: أحضري لي أبناء أخي أو بني أخي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهم ويشمهم، فقالت له أسماء: ألعله حدث أمر يا رسول الله؟ قال: بني أخي. قالت: أو قد أصيب جعفر؟ قال: احتسبوه عند الله. فبكت السيدة أسماء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان فأوقفوا بين يديه، فنظر إلى محمد ابن جعفر فقال: أما هذا فأشبه جده أبا طالب. ونظر إلى عبد الله بن جعفر فقال: وأما عبد الله فأشبه خلقه خلقي وخلقه خلقي. يبقى أول مناقب سيدنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا أنه شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى أشباه النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن أشباه النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين كانوا أقرب شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس شبها به من الرجال الحسين بن علي، ومن النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وكان قثم ابن العباس ممن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن والحسين يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله في هذه الرواية دعا النبي صلى الله عليه وسلم له فقال: اللهم اخلف جعفر في أهله بخير،
وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. سيدنا عبد الله بن العباس يقول: فكنا نقول والله لو أمسك ترابا لأصبح ذهبا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. فسيدنا عبد الله بن جعفر كان من أكثر الناس غنى وثراء، ومن أجود وأسخى الناس، وكان من أنجح الناس تجارة ببركة دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه. سيدنا عبد الله بن جعفر يطلق عليه بعض العلماء ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما لقي جعفر رب العالمين تبارك وتعالى شهيدا، فيما بقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفل أولاد جعفر، فكانوا ربائب أو أرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا عبد الله ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان الصحابة يتسابقون من يبايع رسول الله. فلو نظرت كما تحدثنا عن سيدنا عبد الله بن الزبير نقول أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة من عمره، فمتى بايع عبد الله بن جعفر؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا. وكفى بالله وكيلا. قناة الناس، ما ينفع الناس. حياة المصريين مرتبطة بالدين، وتأثر في ثقافتهم وأغلب عاداتهم. المصريين بيحبوا الحياة لأنهم فهموا إن الدين بيحب الحياة. بيعيش دينهم في كل تفاصيل حياتهم. بيعيش دينهم في كل حركة وعادة وفكرة ومعنى جميل. ربنا رب قلوب، كلمة عند المصريين تدعوهم للإخلاص وللتعلق بالله والتنور بأنوار المولى الجليل سبحانه وتعالى. إسلامنا بالمصري مع الدكتور عمرو الورداني، الجمعة الخامسة مساء على الناس. أفلا تعقلون؟ قناة الناس، ما ينفع الناس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذا سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه يبايع وهو في السابعة من عمره. في اليوم الذي بايع فيه عبد الله بن الزبير، جاء عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تريدان؟ قال: نبايعك يا رسول الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده فبايعه عبد الله بن الزبير وبايعه عبد الله بن جعفر، وكان من أصغر من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعاه وهما في السابعة من عمرهما تقريبا، وقد كان في سن واحدة. سيدنا عبد الله آخر من له صحبة من بني هاشم، يعني بعد ذلك سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه قالوا أنه آخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك الإمام شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال إن سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه آخر من صحب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ عبد الله ومحمد في كنف
عمهما علي، وكان سيدنا عبد الله رضوان الله عليه معروفا بالجود والسخاء، وكان معروفا بالكرم والزهد، وكان من أسخى الناس يدا. في زمان الصديق كان سيدنا الصديق رضوان الله عليه تزوج السيدة أسماء بنت عميس، وكان يكرم أبناء جعفر رضوان الله عليه، فأنجبت له السيدة أسماء محمد ابن أبي بكر. فلما رحل سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه إلى ربه، تزوجت السيدة أسماء سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأنجبت له ولد آخر اسمه محمد. فنشأ منافسة بين محمد ابن أبي بكر وبين محمد ابن جعفر، فمحمد ابن أبي بكر يقول أبي خير من أبيك، ومحمد ابن جعفر يقول أبي خير من أبيك. فسألوا سيدنا علي رضوان الله عليه فقال تقضي بينكما أمكما. فالسيدة أسماء لما سألها قالت أبو بكر خير الكهول وجعفر خير الشباب. فسيدنا علي وهو الزوج قال له وما أبقيت لي؟ قال إن ثلاثة أنت خاتمهم يا أبا الحسن لأهل فضل وخير. انظر إلى هذا الأدب العظيم. سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليهما كان مبارك الصفقة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك أمور كثيرة، من جملتها أنه اشترى يوما أرضا، أرض سباخ، الأرض السباخ التي لا تصلح للزراعة، فاشتراها ب60,000، وأرسل الغلمان والعمال ليعملوا فيها. فمر سيدنا عثمان رضوان الله عليه وقال بكم اشتريتها يا عبد الله؟ قال ب60,000. قال والله ما تساوي هذا الحذاء. كأن سيدنا عثمان رضوان الله عليه وكان تاجرا خبيرا لم يعجبه هذا الأمر، وأرسل إلى سيدنا علي إن ابن أخيك يبذر ماله فاحجر عليه. فسيدنا عبد الله رضوان الله عليه قسم الأرض 8 أجزاء، وبدأ العمال يصلحون فيها حتى بدأت تؤتي خيرها. فأرسل سيدنا عثمان يريد جزئين منها، جزئين من 8 أجزاء، كأنه يريد ربع هذه الأرض. فسيدنا عبد الله بن جعفر قال له لا، حتى ترسل إلى كل الذين سفهتني عندهم فتخبرهم بما تريد. ثم رضي بعد ذلك وأرسل إليه بالرضا، واشترى أو باعه هاتين القطعتين 120,000 للقطعة الواحدة. فكانوا يقولون إن سيدنا عبد الله بن جعفر لو أمسك ترابا في يده لأصبح التراب ذهبا. مما ورد في ذلك أنه خرج يوما مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فأبعدوا في الصحراء، وكان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين أصهارهم، فقد تزوج السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة الزهراء. ولذلك قصة أن السيدة زينب لما بلغت مبلغ الخطاب جاء أرسل إليها الناس ليخطبوها، فقال لها الحسن والحسين رضوان الله عليهما خذي أمرك بيدك، فإنك مرغوبة مطلوبة لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك علي وقال سلمي أمرك إلي فقولي يا أبت إني أرغب فيما يرغب فيه البنات أو فيما يرغب فيه النساء. فلما جاء سيدنا علي قال فوضي أمرك إلي يا زينب، قالت إني أرغب فيما يرغب فيه النساء. قال والله ما هو من كلامك وإنما هو من كلام هذين، وأشار إلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضوان الله عليهما، وخرج غاضبا. فقالوا له والله لا طاقة لنا أبدا بفراقك وخصامك يا أبا الحسن، أرجع ولك ما تريد، يا زينب فوضي أمرك إلي. ففوضت أمرها إلي، فجلس فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال والله لأنتم أعز ولدي علي وأحب ولدي إلي لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلمت أمرها إلي زوجها من عبد الله ابن جعفر رضوان الله عليهما. وكانت أيامهما أيام خير وبركة، وأنجبت له 3 أولاد قتلوا مع سيدنا الحسن أو مع سيدنا الحسين رضوان الله عليهما في كربلاء. سيدنا عبد الله بن جعفر لما خرج مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين أبعدوا في الصحراء، فجاعوا فمروا على خيمة امرأة فأكرمتهم، ثم مالت عليها السنين فذهبت إلى المدينة لتسأل بعد أن عرفوها فلان وفلان وفلان. فأول ما وصلت إلى من؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد. هذا سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليهما وهو في البادية مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، تضيفهما امرأة عجوز فيقول لها: هذا الحسن وهذا الحسين وأنا عبد الله بن جعفر، فإن احتجت إلى شيء فتعالي. وبعد سنوات تأتي المرأة فتقف أولا على باب الحسن فيعطيها 4000، وفي رواية أنه أعطاها 1000 وكان عنده، ثم يرسلها مع غلامه إلى سيدنا الحسين فيقول لها: كم أعطاك الحسن؟ فتقول: أعطاني 1000. فيعطيها 1000 ويأخذ منه درهما. لماذا؟ قالوا: كره أن يسوي في العطاء بينه وبين أخيه الأكبر أو الأسن منه احتراما وتوقيرا لمقام أخيه. فتأثب ثم يرسل مع الخادم إلى سيدنا عبد الله بن جعفر فيقول: كم أعطاك الحسن؟ فتقول: 1000. وكم أعطاك الحسين؟ فتقول: 1000. فيعطيها 2000 ثم يقول: أما لو جئتني أولا لأتعبتهما. وأعجب من ذلك أن امرأة جاءته بدجاجة قد طبختها وقالت له: يا ابن جعفر أو يا أبا جعفر، إن هذه الدجاجة كانت أعز علي من ابنتي، وقد صنعت بها ما رأيت، وأحب أن أدفنها في أشرف مكان، فلم أجد أشرف من بطنك لأضعها فيها. فيتبسم سيدنا عبد الله بن جعفر من دعابة هذه المرأة ومن تلطفها في السؤال، فيأخذها منها ثم يقول لخدامه: أعطوها وأعطوها كذا وأعطوها كذا وأعطوها كذا، حتى إن المرأة من كثرة العطاء تقول له: إن الله لا يحب المسرفين. فقال لها: لا إسراف في الخير أبدا. سيدنا عبد الله بن جعفر كان قد داين الزبير بن العوام ب2000 درهم، فلما لقي الله الزبير شهيدا جاء عبد الله بن الزبير فقرأ في أوراق أبيه أن دينا له عند عبد الله بن جعفر، فقال: يا عبد الله، إن لأبي عندك 2000. قال: صدق. فلما أرسلها إليه راجع عبد الله بن الزبير الأوراق فورد أن الدين لعبد الله بن جعفر، فقال: بل الدين لك. قال: فهو له، تركته لله. قال: لا، لابد أن أوفي ما على أبي. فلما أراد أن يوفي لم يجد مالا، فقال: فأعطني قطعة أرض. فتخير له قطعة أرض أقرب ما تكون إلى الصخر، وكانت من الأرض التي للزبير. فتوضأ وقام فصلى 2 ركعتين، فإذا بعين ماء تنبع من موضع سجوده أو المكان الذي صلى فيه. فقال له عبد الله بن الزبير: تقيلني من البيع؟ قال: أما البيع فنعم، وأما إجابة الله لي فلا أقيلك أبدا، يعني لا أعطيك عين الماء التي أنبعها الله لي. سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه كان يفد على معاوية فيكرمه، ويفد على يزيد فيكرمه، ويفد على مروان فيكرمه، وكان يأتي الرجل إلى مروان فيقول: أعطني أيها الأمير. فيقول: لا شيء عندي، ولكن اذهب إلى عبد الله بن جعفر. فيذهب الرجل إلى عبد الله بن جعفر فيعطيه عبد الله بن جعفر من سخائه المعروف، حتى إنه جاءه يوم الرجل فأنشد فيه شعرا ينشده ثوبي خز كان عنده، فقال: لو رأيت الموشى بالذهب لكان أعجب. قال: إذن أنام وأراه. فأمر بإعطائه إياه، وله في السخاء والعطاء نوادر كثيرة. سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه لما قامت معركة صفين كان مع عمه سيدنا علي، وكان قائدا لفرسان قريش وبني أسد. سيدنا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه كان دائما لا يسمع بأحد له حاجة ولا مال عليه الزمان إلا وقام له معينا، وما قال لا أبدا، ولا قال لأحد سأله شيئا فمنعه إياه أبدا. ورد أن سيدنا عبد الله بن جعفر علم بتاجر من تجار المدينة اشترى بضاعة فكسدت عنده، ما أراد الناس شراءها فكسدت، فأرسل خادمه فقال له: اشتري البضاعة. فلما اشتراها نادى في الناس: من أراد كذا
فهو هدية من عبد الله بن جعفر، فأنفقت كل البضاعة في سبيل الله تبارك وتعالى. وبلغهم أن ابن أبي عمار الفقيه تعلق قلبه بجارية حتى غلب على عقله، فلما عابوه في ذلك بلغ الخبر إلى عبد الله بن جعفر، فاشترى الجارية وأمر النساء فزينها، ثم أرسل إلى هذا الفقيه وقال: ما بلغ حبك لفلانة؟ قال: غلب على قلبي حتى أني لا أدري ما أقول، فأهداها إلي. وأرسل وراءه الغلام أو الخادم 100,000، وذاك من سخائه ومن كرمه، وظل كذلك حتى لقي الله تبارك وتعالى في السنة 83 من الهجرة المباركة، معه بركات النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه أمامه على بعيره، حين كانوا يتلقون النبي به، وحين كان النبي يردفه وراءه. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه فرضي الله عنه وأرضاه، شبيه رسول الله، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.